اختصر هذا الاجتماع التاريخي عام 1971 والوجوه الباسمة لحكام الإمارات العربية ما انطوت عليه القلوب السمحة الرضية قبيل تأسيس اتحاد دولة الإمارات. اجتمع الآباء المؤسسون على مشروع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. تحالف الإخوة ثم اتحدوا خلف مشروع القائد المؤسس إذاناً بقيام دولة الإمارات. ويجد في المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وللعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة. اندمجت هذه الأعلام المتعددة في علم واحد رفعه الشيخ زايد رفقة إخوانه المؤسسين في دار الاتحاد بدبي، معلنين اتحاد الإمارات والشعب الإماراتي في دولة الوحدة. بشر اجتماع الآباء المؤسسين بدولة الرفاه والمؤسسات القوية والمتحدة الرشيدة التي نشهد حضورها اليوم في مختلف الميادين والتي يسير أبناؤها على خطى الآباء. وقيادتنا هي مشجعتنا، ولازم نحن نبذل الجهد، وبكم انتم ان شاء الله يا طويل العمر ان نحن بنوصل الى افاق عاليه، ولا بنتردد ولا بنيأس. وهذا اللي علمنا اياه زايد طويل العمر بالصبر والايمان والتسامح والسعاده، فنسعى الى سعاده مواطنينا. وأنا أقول يا طويل العمر الحمد لله. حول إيثار الآباء المؤسسين الإمارات المتعددة إلى دولة، كما تحول صدقهم وإخلاصهم إلى نهج سياسي يحمله الأبناء ويبشر بمزيد من الخير والرفاه كما نرى حتى اليوم.